السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة One More Island. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا بسم الله نبدأ. أول شيء شكرا لكم على الدعم الرهيب للسلسلة هذه، فشكرا شكرا شكرا لكم. ثاني شيء خلوني أعدل المايك لأني أحس دقيقة كذا، أحس صوت كذا تمام صح؟ إن شاء الله كذا تمام صوت. طيب الحلقة اللي راحت كان عندنا مشاكل يا في هذا الزون الحين بنعدله، مشاكل في المزرعة لازم نكبرها. فاليوم إن شاء الله راح نشتغل على المزرعة صح، ودخلنا تير 2 صح بالبحوث وخلصنا. أوكي الحين يمدينا نرفع نسبة نشوف نسبة محصول، ما أدري إيش هذا لكن خلونا نتعلمه. أوكي وبعده شيب أريا اوكي، هذا يقول الحيوانات راح تاخذ 3، اتوقع يقصد الاكل بدال من 4 بدال من 4. مور انيمال اوكي راح يزيد عندك الحيوانات، اتوقع اللي يقصد البلاطات هذه الاشياء هذه، يصير عندنا زحمه حيوانات اتوقع انه يقصد هذول. طيب ما علينا، خلينا نخلص هذا وبعدين نخلص الثاني. ايش كان يحتاج الاول؟ 25 خبز سهل، وملابس برضو سهل، عندنا زحمة ملابس هنا. طيب هذا خلصوه، حلو حلو حلو. الحين نبغى ستوريج، أهم شيء ستوريج عشان تروح المشاكل اللي عندنا. عب المنطقة هذه كلها مخزون، أوكي وإن شاء الله يكفي، أشك إنه بيكفي، راح تمتلي بسرعة لأن عندنا مزرعتين، المفروض خليت بس مزرعة واحدة، مو مشكلة هذا للمستقبل. تمام بس ننتظر حتى يخلصونا، نسرع اللعبة، بيخلصونا الحين بسرعة، بتروح المشاكل اللي عندنا، مفروض تروح المشاكل. اوكي بيعبون الحين بياخذون على طول بيعبون هنا، اوكي؟ ممكن تعبون؟ اوكي بدأ يعبون، حلو حلو حلو، بدأ ياخذون يعبون. اوكي حلو. إن شاء الله تخف المشاكل، إذا ما خفت لا. أو خلصنا. You'll be a big boy. You'll be a big boy. طيب هذه قاعدة تهز عليها على شكلها. طيب خلصت البحوث، حلو. كنسل هذول. الحين نشتغل على حق الأغنام. خلونا نشوف. يحتاج قمح، عندنا زحمة قمح، حلو. وخبز برضو عندنا زحمة خبز. خلونا نشتغل عليه. أبخلص هذول وبعدين اللي الثانية. أوكي. هذا يخليك اخليهم ياخذون مو من المخزون، ياخذون من اي مكان اتوقع، لان فهمت انه ياخذون من اي مكان. يعني باختصار مثلا الحين السفينه، الحين هم كيف ياخذون الموارد؟ ياخذونها من المخزون او من السوق، فالخيار هذا يخلوه ياخذون حتى من المكان اللي تصدر منه الموارد، اذا ماني غلطان وجايب العيد. ان شاء الله ماني جايب العيد ان شاء الله. اوكي خلونا الحين نسرع اللعبه وننتظر. او ماي جاد اوريدي فول. دقيقه احنا المفروض نستكشف بصراحه، فخلونا نقول للسفينه استكشف المنطقه هذه. كيف غادي تروح؟ انا قاعد العب لعبه، كليك يمين يخلي السفينه تتحرك، لكن مو نفس اللعبه هذه. كيف اخليها تمشي؟ اوكي خليها تمشي هنا، حلو. يمكن حصل قرية نتبادل معهم تجارة، ما نعرف. اوكي لكن السفينة مرة بطيئة، ممكن تجي هنا. هنا ما في شيء اتوقع. اوكي اروح هنا، خلص البحث. لا بعدين روحي لأقصى اليمين هنا. اوكي خلينا نخليها تقعد هنا ونرجع هنا. التفاح وضعه تمام مرة تمام. شوف عند السكات تفاح هنا، اني ما حطيت مخزون، طيحات بالارض. ما اتوقع يمديني احط مخزون. دقيقة ايش صار؟ طيب خلص البحث. اوكي طيب المشكلة اللي جاتنا ايش اللي تو ما يمديني اقراها؟ لا مو هذه. اوكي صار في مرض للحيوانات. اوكي ذبح 2 من الحيوانات، ليفي وروستي، الخرفان هذول ماتوا. اوكي خلوا يموتون، خلص البحث حلو.
البحث اللي بعده حق الستوريج، نحتاج ستون 30 يمدي. اوكي والادوات تولز نحتاج كم؟ يا عندنا الزحمة، نحتاج 10 اتوقع، عندنا الزحمة. اوكي السفينة وصلت، ما حصلت شيء صح؟ اوكي لسه تمشي. طيب انزلي لاقصى مدينة، ضغط كذا بالخريطة يا لا ممكن ممكن السفينة، دقيقة السفينة ممكن تنزلي تحت، ابغى ادور الخريطة كذا وبعدين نروح للنص، اتوقع كذا افضل حل. حلو بعدين احنا ننتقل للقرية. اوكي البحث بيخلص الحين. اوه ماي جاد قاعدين نخلص البحوث سريع سريع. اوكي يمدينا ندخل التير الثالث، خلصنا التير هذا، يحتاج ايرون بار. اوكي الحين بندخل الحديد. اوكي ويحتاج خشب، خشب عندنا زحمة. طيب الحديد كيف نعرف الحديد؟ احنا حطينا منجم حديد، هذا ايش؟ كول فحم، وهذا ستون، نحتاج حديد ايرون. هنا واحد بعيد، حطينا احنا حديد. يا فايز انت فهي مره مفهي، حطينا حديد بس دقيقه، نحتاج ايرون بار. اللي عندنا ايرون بار صح ولا ايرون متل؟ اتوقع ان ايرون او ايرون اور وات، كيف اسوي ايرون بار؟ هل في شيء هنا ما سويناه؟ دقيقه تير 2. اوه يا في اشياء ما سويناها، فايزه مره فحي. هذا لسه ما سويناه حق المنجم. كول الله عندنا حق الحديد ايرون سميثي عندنا. اوكي حق السفينه عندنا، هذا لسه ما سويناه. اوكي هذا نفسه. اوكي لا عندنا، حلو معناته يمدينا نسويه. دقيقة هل يمدينا نسويه؟ خلنا نضغط عليه. تيردرو لا يقول يحتاج حديد. اوكي الحين بدأ ينتج حديد صح؟ يا حلو حلو بدأ ينتج حديد. يستهلك على طول التولز. اوكي كذا مشكلة. طيب كيف نوفر حديد بدون ما يستهلك التولز؟ نبني ثاني صح؟ يا بس اذا بنيت ثاني ما راح يجي هذا شيء. طيب الحل الوحيد ان نبني او شيء منجم حق حديد. لا ابغى قريب، ممكن غير هذا فيه قريب. اوكي حاط فايز منجم برضو هنا، خلينا نوظف واحد ثاني هنا. اوكي مستغرب مره بطيل هنا. اوكي بحط اثنين، نبي عمال، نبغى زيادة عمال 45، خلينا نوصل له 50. اوكي ليش؟ لاني بسوي برضو منجم ثالث للحديد اللي هنا. عطنا ماينر. اوكي خلك. اوكي كذا كبير صح؟ 2 في 3، اتوقع انه 2 في 3 المفروض. ليش ما احسبها صح؟ اوكي ما يبغى يصير المنطقة هذه، يخرب بيت الشغلة، لازم اكنسل هذه. اوكي كذا تمام صح؟ حلو. نحط المنجم بيكون هنا، نحط الستوريج بتكون هنا. اوكي حط 2 و2 هنا، 3 كذا، حط موظفين 2. حلو اشتغلوا عليه، يصير عندنا 3 مناجم حديد ان شاء الله كافية. فكر اسوي هذا، خلنا نسوي حق البير. كم يحتاج؟ 4 في 4، 4 في 4 بحطه هنا. اوكي ما يجي هنا، مدينا حطه هنا لكن بصير مرة ضيق. مدينا حطه هنا workers. اوه ماي جاد عندنا عامل جوعان. طيب ممكن اعرف؟ طيب احنا عندنا زحمة. اوكي الاكل
رامينا بالأرض. هل معناته لازم أكبر المنطقة هذه وحط هل في شيء حق أكل هنا؟ في هذا حق التي فيكتوري، مصنع الشاهي، بس ما عندنا تي صح؟ يا ما عندنا، بس ما عندنا، احنا ما حطينا بير صح؟ خلنا نحط بير. بحطه هنا بعد شوية، لكن بحط بير هنا. عطنا بير بيكون هنا. نحط فيه موظف واحد، حتى البير يحتاج موظف. طيب خلونا نرجع سالفة الأكل. أنا اليوم ما أدري إيش فيني، ماني مركز. الهوبس فارم هذه حقت الأدوية، أعتقد إن نحتاجها. التي، طيب كيف أزرع تي؟ هل نزرع تي؟ خلنا نشوف مثلا لو بحط 2 في 2. أوكي أتوقع هذه مزرعة الشاهي أتوقع، بس لك لحظة بخليها كبيرة شوي. أوكي تحتاج موظف، نحط موظف. بس كيف بيجيب التي الحين؟ ما أدري. طيب لازم أوراق شاهي التي عشان يمدي يزرعها، لكن كيف يجيبهم ما أدري. خلونا نتركه، احنا وظفناه ويدبر نفسه. الأكل، نرجع لسالفة الأكل. طيب مزرعة، خلنا نحط برضو مزرعة أكبر، يحتاج أدوية، خلنا نحطها هنا. وهذه برضو مزرعة أدوية، كيف يجيب الأدوية؟ الله أعلم. السفينة وصلت صح؟ يا ما حصلت أي جزيرة. تعالي هنا. أوكي أتوقع هنا في جزيرة، ليش ما تجي؟ ممكن تجي. أوكي هذولا لسه ما زرعوا شيء بصراحة، أخذت وقت لكن ما زرعوا شيء. فيا أهلين، ما عندنا فايز، ما عندك أوراق الشاهي، فكيف بيزرعون؟ لازم نستكشف. أوكي في جزيرة هنا استكشفناها. أوكي هذه جزيرة صحراوية، إيش هذا؟ ايرون. طيب كيف نحصل جزيرة فيها، لحظة لا توقف هنا، كيف نحصل جزيرة فيها موارد؟ اوكي هنا في جزيرة صح؟ اوكي ممكن تروح فوق. اوكي ليش؟ اوكي بعد يتحرك حلو. طيب ليش قاعد يتحرك؟ ليش قاعد يتحرك كذا اللعبة؟ ممكن ترجعنا هنا. اوكي قاعد تبني هنا البار الجديد، ان شاء الله بيفك ازمة الاكل. ان شاء الله عندنا ازمة في الاكل. خلص البحث، لكن نحتاج التير هذا. اوكي بضغط، يمديني نضغط عليه. اي حديد راح يتوفر هنا ان شاء الله نقول له بسرعة هنا قبل هذا ياخذه ان شاء الله. يتحرك هذا كثير معناته يمدينا، اذا ما تحرك ما يمدينا ان شاء الله. طيب استكشف برضه جزيرة هنا، لكن برضه صحراوية. في شيء هنا، دايموند. اوكي كيف نجيب التي؟ في دايموند هنا. اوكي لازم نستحل الجزيرة هذه. السفينة هنا، في جزيرة صاروا واضحات اشكالهم كذا، بقعة سوداء. خلنا نشوف في بقعة سوداء ثانية. فايز بقعة سوداء غين. طيب كيف شفنا هذه؟ صدفة. طيب تعال سفينة امشي. اوكي بقعة سوداء ما تتحرك، شوف اوكي يتحرك. تعال هنا بالنص ان شاء الله في شيء. هل يمدينا نسوي سفينة ثانية؟ اتوقع تخلص البحث. نحتاج السفينة هذه، لارج، حط السفينة هذه.
نحتاج 6 من التولز الأدوات. عندنا 6. لازم يوفرون هنا 6. ورقز ستار شت. طيب في تفاح، في خبز مرمي هنا. يا اخي لا تمديني احط صندوق هنا. مارك جيب تجي نحط المارك 2. اوكي هذا 1، نمدينا نحط 2. ياتني محطه البير هنا. شد. طيب السوق 2، خلينا نحطه بالمنطقه هذه. يحتاج مساحه ما ادري كم مساحه اللي يحتاج، لكن خلونا نحطه بالمنطقه هذه، شغله كافيه. اوكي نحط الارضيه ونحط السوق 2، يا تكفي حطه هنا. اوكي هل يحتاج احط نافوره؟ لا ما اتوقع يحتاج، خلينا نشوف لما يخلصونه هل يحتاج ولا لا. ان شاء الله ما يحتاج. يا اخي الاكل منثر هنا مره قهريني. يا الحين مشكله الفارم لسه صح؟ هذا ستارفينج ستارفينج، يا لسه الفارم ما ادري شو اسوي فيها. طيب بقول كسروهن بشوف ايش يصير. اوكي نشوف ايش يصير. اوكي عدت عليهم كلهن، خلص السوق باقي لسه ما خلصوا. هل لازم احط نافوره؟ اشك، ابي اشوف لما يخلصون هذه هل يعتبر خلاص ولا لا. يا اخي شوف حاذفين سبكه هنا. اوكي لسه يحطون. اوكي استكشفت جزيره كبيره هنا. وين السفينه؟ اوكي في جزيره. ايش هذا؟ جولد. واضح من شكله في ذهب. في ذهب برضه هنا. اوكي هذه جزيره مره كبيره. طيب السفينه تعال المنطقه هنا وبعدين بروديها فوق. اوكي خلص صح؟ يا خلص، بس يحتاج لازم هذول، يحتاج 1 ويحتاج 2، ما ادري ليش لكن يحتاجهم. اوكي هذا بيوفر اكل اكثر. اوكي المفروض الحين تمام. يا حلو تمام، لازم كلنا نوفرهن. اوكي السوق هذا ان شاء الله بيصير افضل. هذا ما راح اكنسله بخليه. يا بخلي هذا بخلي هذا. اوكي هذا تير 2 هذا تير 1. حلو راحت المشكلة؟ لا لسه ما راحت. كل شيء تروح الا مشكلة النباتات هذه ما ادري ليش. طيب ما علينا، انا الحين هدفي اني اسوي هذا. خلصناه صح؟ يا ايش ينتج؟ ينتج مشروبات فايز. هل نزود هذولن؟ ما ادري شو ازود، او هذولن او صناديق. حسين يقول هذولن ولا هذولن، انتم تقولون فايز وش هذولن ولا هذولن. طيب نبغى السفينه هذه، ممكن مو راضي يعطونا. يا اخي الحديد شغالين صح؟ وين هنا الحديد؟ اللي تحت ما اعطيتهم ايرون، ما اعطيتهم طريق. خلونا نعطيهم طريق. هل يمدينا كيف يجي الطريق من هنا؟ غريبة اللعبة ما فيها جسور، غريبة من جد ما فيها جسور. طيب مو مشكلة. يضربون مشوار. او ماي جاد. اوكي معناته لازم نجيب طريق من هنا. مدة وبرضو لهنا، الما ما يمدي يجي من فوق اكيد. وبعدين اوكي مرة مشوار. بعدين هنا وبعدين يصون عنده. ربيت اللفة. اوكي اوكي صح مشوار. اوكي مني خطأ.
مشوار عليهم لكن يتحملون. كله تمام، كله تمام. كيف انيمال ستار فين؟ ما ادري، عندي زحمة اشياء كثيرة. طيب نحتاج هذا ثاني حق لوث، خلينا نحط اثنين لان اشوف احد فينا بالارض هنا. اوكي بدأت المشاكل تطلع، بس فينا ما حصلت شيء تحت، ما حصلت شيء. انزلي طيب شوي هنا، ما توقع تحصل، فمعناته خلينا نوديها فوق هنا. حلو، طيب انا قاهرني لك اللي حذفين هنا، ابى اسوي مطعم ثاني. يا خلونا نسوي مطعم ثاني، مطعم ثاني. تي هذا ما يمدينا عليه، ما ادري ليش، لا ما يمدينا، نحتاج تي. هل اذا رحنا جزيرة ثانية يعطونا نحصل تي؟ ما ادري والله. كيف ستارفينج؟ اوكي يا يروح للمط هذا السوق وياكل، يصير كل شيء فل. يمدينا نزود العمال. اما على واحد واحد ازوده. دقيقة. فايز شكل على واحد واحد تقعد تزودهم. لا كذا مرة صعب. هذا تو اوريدي، هذا تو اوريدي. اوكي ماني فاهم طريقة تزويد العمال. طيب لو بحط مثلا هذا اعطيه تو، ايش بيصير؟ بيطلع لنا اشياء ثانية لازم اوفرهن. سوسج بير باي تي. اوه شيت. اوكي اوكي حبة حبة يمدينا يمدينا، لكن انا ودي بالسفينة بصراحة، ودي بهذي. في 15 هنا، ليش ما يمدي؟ كيف اجبرهم يجيبونها هنا بسرعة؟ هذا تحتاج تير 3. اوكي اوكي فهمت. في جزيرة. اوكي فيها ذهب صح؟ يا ذهب سو. اوكي الموارد اللي هنا احتمال نحتاجها 100% راح نحتاجهم، بس ايش بسوي انا؟ بمشي السفينة هنا بعدين برجعها للميناء. تعالي هنا. ليش؟ عشان بشوف هل يمديني اركب فيها ناس او اديهم للجزيرة مثلا موارد خشب شيء عشان نبني في الجزيرة. هذه الكلمة اللي ابغى اقولها، نبني في الجزيرة. اكل الزحمة، اكل الزحمة. توقعت يمدينا التاجر لكن ما لسه المكتوب فيه تريد. لو نجي عند البحوث صح؟ يا تريد متى يفتح؟ تو ايلاندز. اوكي يقول ابن ميناء على جزيرتين عشان تبدا التريد. طيب الميناء هذا ايش كان يحتاج؟ بنبني واحد. ايش كان يحتاج الميناء هذا؟ السفينة جت. ايش كان يحتاج هنا؟ الميناء هذا. كيف اعرف ايش كان يحتاج؟ البروسس لارج بيج. ما اعرف كيف يحتاج، ايش يحتاج. بس هل يمديني احط على السفينة اصلا؟ لو ابملاها موارد كيف؟ لو سمحت. كيف احط للسفينة موارد؟ ممكن اعبي السفينة؟ كيف اعبيها؟ هنا جيب، قلنا جيب هذي مديك طلعت سفينة ثانية طلعناها، لكن ما ابغى طلع انا ببني، ابعبي السفينة هذه كيف؟ امتي امتي. كيف نعبي السفينة؟ هذا تير 3 لسه بدري. Growing so fast. ابعدينا. You'll be a big boy. اوكي بس كيف نبني نعبي السفينة؟
يمكن فايز لازم توقفها هنا، ما ادري شيء غبي يمكن. كيف احبيها؟ بديت اعصب. انه يقول يمديك تعبي السفينه، انا باخذ موارد معي وعبي السفينه كيف؟ الله اعلم، ماني عارف. طيب يا شباب اباني الحلقه هنا، اذا تعرفون كيف اعبي السفينه يعني اضيف فيها موارد، شوفوا بلو. يعني احط فيها خشب ولا شيء، بلا اكتبوا لي تحت علشان نعبيها، لاني يعني ماني عارف بصراحه كيف اعبي السفينه. لا هذا تبني ثاني مره وبس، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.